ده مشوار المنتخب اكيد في الفتره اللي جايه وترتيب المجموعات والطرق اللي ممكن تواجه بيها الفرق في الفتره اللي جايه. مزيد من التفاصيل وتعليقا على هذا المشوار وتعليقا على تشكيل منتخبنا الوطني اللي هيلعب مع تنزانيا بعد قليل، معايا على التليفون دلوقتي الزميل والصديق العزيز استاذ كريم سعيد المحلل الفني والناقد الرياضي. استاذ كريم مساء الخير. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل متابعي قناه الاهلي. اخبارك كله تمام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. رايك ايه اولا كده في طريق المنتخب لما اتكلمت على صداره او وصيف او لو طلعت ثالث؟ شايف الترتيب ازاي والمباراه ازاي؟ والله بص، هو طبعا فكره ان يعني البطوله طبعا بتبقى انت عارف الروت كاب زي ما بنقول او الطريق للكاس انت عارفه من البدايه، وطبعا اكيد كل البطولات اللي مبنيه على 24 فريق يا محمد انت عارف بيبقى فيها حسبه كده مش بسيطه يعني أكيد. طبعا انت عشان تقدر تعمل دور 16 من 24 منتخب بيبقى ليها كده ايه حسبه مختلفه. لو بفتكر طبعا النظام ده اول ما اتطبق كان مع مونديال 90 لما كان 24 فريق. فطبعا اكيد منتخب مصر، انا هاخد من الجمله اللي انت قلتها، اللي من يبحث عن الكاس يجب ان هو يعني يبقى محضر نفسه لمواجهه اي منتخب. انت واضح من كلام اللعيبه مع سياده الرئيس امبارح في العاصمه الاداريه ان اللعيبه مركزه ان هم عايزين يعوضوا الفاينل بتاع السنغال، احنا مش ناسيين الفاينل ده، وكان فاينل قاسي للغايه يعني بعد مشوار يعني رغم طبعا بعض المشاكل اللي كانت عند اكتر اللي كانت عند كيروش ساعتها لما كان ماسك المنتخب، ده احنا بنتكلم على حقبه مختلفه عن الحقبه اللي احنا عايشينها دلوقتي، بس الفريق قدر انه يوصل فاينل والهزيمه بصراحه كانت مريره قوي يعني في الضربات الترجيح. طبعا ان شاء الله احنا نتمنى ان طبعا ان الطريق طبعا لازم نسعى لبطوله المجموعه. اكيد بص انت في كل الاحوال في دور الثمانيه هتواجه منتخب قوي يعني أكيد. خلينا نتكلم بصراحه النظام الجديد بيصفي الدنيا تماما، فانت المفروض تسهل على نفسك الطريق لغايه دور 16. يعني اللي حصل في النسخه اللي فاتت ده كان صعب ان انت بدات المشوار بدري، صعب بدري، وطبعا يعني برضو انت خلينا لازم نتكلم بصراحه، احنا وصلنا من دور 16 بدرجات الترجيح، هزمنا المغرب في الوقت الاضافي، هزمنا الكاميرون برقم الترجيح، يعني وصلنا مع السنغال رقم الترجيح، احنا برضو ما قدرناش نحسم مباراه 90 دقيقه. فالفكره في حته دي لا، انت محتاج ان انت تبقى واخد الدنيا ستيب باي ستيب من بدايه دور المجموعات، التارجت بتاعي اطلع متصدر عشان العب مباراه سهله في دور 16 وابدا بقى الشغل الجد من دور الثمانيه. اكيد. طيب المنتخبات اللي ممكن تكون مرشحه مع منتخبنا الوطني، اولا من المنتخبات العربيه، هل ممكن الجزائر تونس المغرب تكمل في المشوار مع المنتخب المصري، ولا شايف المنافسه اكتر هتكون مع منتخبات غرب افريقيا، غانا، الكاميرون، الكوت ديفوار، مع منتخب مصر؟ يعني طبعا اكيد القرعه بتاعت المجموعات طبعا اكيد احنا متفقين ان مثلا المنتخب الجزائري النسخه الحاليه مش نسخة 2019 كانت في مصر. نسخة 2019 في مصر كانت نسخة مرعبة لأقصى درجة، واستحقوا بكل جدارة ساعتها لقب الكأس، وبرضه بنتكلم عن نسخة مختلفة من نسخة المنتخب اللي راح مونديال 2014 في البرازيل. الجزائر حاليا النسخة الجيل ده مش هو الجيلين اللي اتكلمت عليه. وبالتالي حتى الجزائر ما بتقولش ان هي ما حدش بيقدر يقول ان هي يعني ايه مرشحة بقدارة الحصول على الكاس، يعني حتى برضو النسخه اللي فاتت المنتخب ما قدمش افضل نتائجه وحتى خرج من دور المجموعات على ما اتذكر يعني. تونس بس خلي بالك برضو يا محمد، مجموعه الجزائر مجموعه في المتناول اكيد، ربما مجموعه ما فيهاش منافس. بوركينا طبعا اكيد منتخب له اسمه، بس بوركينا من المنتخبات اللي بيلعبوا كره مفتوحه يعني كره سهله، خصم انت ما بتحسش ان انت يعني تقلق منه، فاهم قصدي؟ اه طبعا منتخب حاليا متصنف من التصنيف العالي في افريقيا، ولكن برضه بصراحه ما نقدرش نقول ان بوركينا فاس مثلا زي جنوب افريقيا او حتى زي السنغال او حتى زي مالي او زي مالي مثلا، برافو عليك، فاهم قصدي؟ لان هم بيلعبوا كره مش تكتيكيه، بيلعبوا كره مهاريه اكتر. طبعا مجموعه الجزائر اعتقد يعني فكره الصداره بالنسبه للمغرب فيها موضوع سهل، المنتخب التونسي برضو ربما يعني المجموعه اصعب شويه بوجود جنوب افريقيا بوجود مالي، بس اشوف ان تونس حاليا تكتيكيا كويسه
وحتى شفناهم في مباراتهم معانا اللي كسبونا هنا 3-1، الفريق كان كويس. بس امبارح لعبوا مباراه وديه مع موريتانيا يا كريم، والمباراه انتهت بالتعادل السلبي، ويمكن عملت ردود فعل سلبيه في الاعلام وفي الشارع التونسي. والله انا عايز اقول لك اي نتيجه سلبيه في الماتشات الوديه بتبقى افضل من انك تحقق نتائج ايجابيه وتروح الرسمي وتعمل العكس. تبقى فيها خداع ولا حاجه. النتيجه خادعه جدا، بس كل الاحوال انا بشوف طبعا، خلي بالك المنتخبات الكبيره دايما 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 بتعرف تلعب البطولات اللي هي الايه المجمعه، والمنتخب التونسي يعني على مدار التاريخ هم الكره التوانسه في الكره اذكياء، بيعرفوا يلعبوا حتى ايدي لو ما عندهمش جيل كويس او ما عندهمش الاسماء الكبيره زي زمان، لكن هم برضه يعني مثلا هفتكر في 96 المنتخب التونسي وصل فاينل قدام جنوب افريقيا وما كانش المنتخب مرشح خالص ان هو يوصل للنقطه دي. التوانسه دايما بيعرفوا يعني اكيد عندهم ميراث كويس. طيب واحنا على مستوى نتمنى طبعا اكيد توفيق كل منتخب. طيب عايز اسالك بقى على تشكيل منتخبنا الوطني اللي هيلعب مع تنزانيا بعد قليل، والتشكيل يمكن فيه ممكن نقدر نتكلم على التشكيل الاساسيه ممكن تغييرين او ثلاثه، بس في حراسه المرمى التغيير الابرز مشاركه محمد صبحي نتيجه يعني تاهيل الشناوي محمد واحمد في الفتره الحاليه. تعليق على التشكيل، وهل تقدر تقول ان في عناصر اساسيه حجزت مكان من خلال التشكيل ده في البطوله؟ يعني انا اعتقد ان احنا بنتكلم ان التشكيل يعني بيحتوي على تقريبا ممكن نقول 80% من التشكيل الاساسي اللي مصر هتلعب بيه ان شاء الله في الكام. اعتقد يعني لا خلاف على ثنائيه احمد حجازي ومحمد عبد المنعم اكيد، وناس كتيره كانت يعني كنا بندردش من ناحيه التحليليه كريم، طب ثنائيه عبد المنعم وياسر هي الاكثر جاهزيه وبيلعبوا مع بعض كتير. في الاخر انا امشي بصراحه مع الثنائيه دي، خصوصا ان احمد حجازي طبعا احمد راجع من اصابه واضح تاثره بيها في المباراه الاخيره مع اتحاد جده، وواضح يعني حتى لما النادي الاهلي لعب اتحاد جده واضح ان حجازي لسه شويه مش في الفورمه بتاعته قبل الاصابه، ده مليون في الميه يعني شايف احمد حجازي قبل الاصابه غير احمد حجازي بعد الاصابه. هل النهارده روي فيتوريا ممكن يكون بيجرب النهارده؟ يعني ربما، بس طبعا دي الثنائيه اللي كل الناس توقعت ان فيتوريا هيلعب فيها. طبعا لا خلاف على احمد فتوح في الباك الشمال اللي احنا قلنا عندنا عد في هذا المركز في مصر، وعمر كمان عبد الواحد طبعا اكيد هيبقى عنده منافسه مع محمد هاني. خط الوسط اعتقد النني بشكل اساسي حاجز مكانه، ان هو فيتوريا بيحبه، ومحمد النني انت عارف يا محمد كل المديرين الفنيين لمنتخب مصر بيثقوا في النني، مقتنعين بيه فعلا مع اختلاف الاسماء. يعني محمد النني تكتيكيا في الملعب بيتحرك كويس، وطبعا بتتكلم على لعيب ارسنال فاكيد يعني عقليته وخبرته بتخلي اي مدير فني يتكلم معاه بالاسماء دي. واعتقد لا خلاف طبعا على بقيه الاسماء يعني بالنسبه لمحمد صلاح، محمد طبعا انا الثلاثي الامامي ربما يكون بس هو الخلاف على اسم عمر مرموش وتريزيجيه مين فيهم هيلعب، وان كان اعتقد فيتوريا ممكن يفضل تريزيجيه عشان خاطر الدور الدفاعي، هو دفاعيا اقوى من عمر مرموش، وكمان عمر مرموش السنه دي مع فرانكفورت لاعب مهاجم صريح اكتر ما لاعب وينجر اكيد. فانا اعتقد النهارده هنشوف بروفه جيده يعني لينا ان شاء الله قبل كاس العالم. كانت مباراه واحده كفايه يا كريم ولا كان الافضل في مباراه ثانيه؟ والله يا محمد انا كنت اتمنى يكون في مباراتين منهم مباراه مع فريق كلاس اي. كلاس اي؟ كلاس اي يعني اختار كلاس فريق كلاس اي في افريقيا، فريق من الكبار، وتديك تلعب معاه مباراه كده ايه مباراه حلوه، تلعب مباراه تقف فيها على مستواك. في مديرين فنيين بيحب يقول لك لا انا ما احبش في الوديات العب مباراه جامده ممكن يحصل لي اصابه ممكن يحصل لي حاجه، هو نفس اصلا المخاوف دي ممكن تحصل في اي مباراه يعني ما هو امر قدري ومش في ايد حد، بس هو فيتوريا من المديرين الفنيين ما بيحبش الاختبارات القويه كتير يعني اكيد. احنا لعب فتره فيتوريا مع مصر يا محمد احنا ما لعبناش غير مع تونس والجزائر ودي، بقيه المباريات كلها حتى الرسمي اللي لعبناها تصنيف ثاني وثالث ما فيش مباراه قويه بالظبط. تخيل حتى وانا عمال احسبها احنا ماتش غانا في المجموعه هيبقى ده اول مباراه قويه هنحاسب عليها فيتوريا، تخيل يعني بعد فتره سنه ونص شغل تخيل مباراه غانا هي دي اول مباراه رسميه مع منتخب يعني له اسم وله باع في افريقيا هنحاسب الراجل عليها. انا معاك كنت اتمنى يكون في ماتشين والماتش الثاني يكون مع منتخب كبير،
خلاص ربما تكون الاجنده ما سمحتش، الراجل له فكر معين، في الاخر هو حر أكيد. وزي ما قلت احنا هنحاسبه نهايه المشوار ان شاء الله. كريم انا بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب، ونتمنى باذن الله يكون التحليل الفني ده يكون قريب شويه كمان من اللي هيحصل في البطوله، لان بالتاكيد البطوله انا مش عارف هل هيبقى فيها مفاجآت ولا طبقا للتوقعات. شرح كريم كان واضح جدا وقريب من الاحداث، بس انتوا عارفين دايما الكوره بيبقى فيها مفاجآت، فعموما نتمنى يا رب باذن الله البطوله منتخبنا يأدي فيها مباريات كبيره جدا. لفتت انتباهي حاجه مهمه جدا، كل المنتخبات الافريقيه اللي لعبت مع المنتخبات العربيه تحس زي ما يكون هي اللي اختارت المباراه مش العكس. يعني مثلا امبارح موريتانيا بتلعب مع تونس، تيجي تبص على مجموعه موريتانيا هتلاقي موريتانيا موجوده مع الجزائر فكانت حريصه تلعب مع تونس. تنزانيا طلبت تلعب مع مصر، ليه؟ لان تنزانيا في مجموعه مع المغرب. في منتخبات تحس كده هي اللي طلبت مش العكس. يعني احنا هنلعب مثلا مع موزمبيق والراس الاخضر، لو بتتكلم على الزون الجغرافي في القاره الافريقيه مش نفس الزون الجغرافي بتاع تنزانيا. تنزانيا في شرق افريقيا، يعني شرق افريقيا اثيوبيا وتنزانيا، لكن موزمبيق في الجنوب، الراس الاخضر يعني في جنوب غرب. فبالتالي مش عارف هل الفرق دي هي اللي طلبت تلعب مع الفرق المصريه او اقصد الفرق العربيه ولا العكس. بس لما تبص على شكل المجموعات، لما موريتانيا تلعب مع تونس هي بتلعب مع تونس عشان هتلعب مع الجزائر، لما تبص على تنزانيا هتلعب مع مصر لان تنزانيا هتلعب مع المغرب. فزي ما يكون هو الفرق دي هي اللي اختارت المنتخبات العربيه عشان يكون حقل تجارب قبل ما تلعب مع المنتخبات العربيه الكبرى في كأس الأمم. لذلك أنا كنت أتمنى نلعب مع منتخب من غرب إفريقيا قبل ما نلعب غانا، طبعا مش في نفس مستوى غانا أو السنغال، بس على الأقل نختار منتخب في غرب إفريقيا، وليكن مثلا ممكن تلعب مع توجو. يعني أنا كنت أتمنى ده، ولكن في النهاية اختيارات روي فيتوريا لمعيار معين، أكيد ممكن يكون اختار عامل البدني، مش عايز يلعب مباراة بدنية كبيرة عشان اللعيبة طالعة من ضغط ماتشات كتير، أكيد كل مدرب ليه حساباته وبيبقى شايف حاجات أكتر مننا، ولكن إحنا طبعًا بنحسبها حسبة تانية خالص. عمومًا ده كان كلام مهم جدًا على منتخبنا الوطني.